معي من عين عيسى عبد السلام حمسورك، رئيس مكتب المنظمات الإنسانية في مجلس الرقة المدني. مساء الخير، أهلا بك معنا. الخطة هذه إلى أي درجة هناك تنسيق معكم فيما يتعلق فيها، فيما يتعلق بالنازحين، بما أنه ذكر أنه هي من أصعب النقاط، كيف يتم تنسيق معكم بتفاصيلهم أعدادهم؟ نعم، مساء الخير. أهلا وسهلا. طبعا نحن منذ البداية كان همنا الأكبر هم النازحين المحررين من مدينة الرقة. طبعا بشكل يومي نحن كمجلس ومكتب منظمات بمساعدة المنظمات الموجودة على الأرض نحاول استقبال ومساعدة النازحين بشكل يومي، وإيصال المساعدات إلى أكثر عدد من النازحين. اليوم بالتحديد فريق مكتب الإغاثي في المجلس ذهب إلى حي المشلب وشرق مدينة الرقة ليقوم بمساعدة النازحين وإيصال المواد الغذائية لهم. طيب، عندما نتحدث عما بعد تحرير كامل الرقة من داعش، إلى أي درجة هذا الموضوع ممكن إسقاطه على الوضع الحالي وفق مراقبتكم؟ نعم، طبعا نحن من مدة حتى عممنا بيان إلى كافة المنظمات بتجهيز خطط لمدينة الرقة. هناك مكتب هيئة إعادة الأعمار أحد مكاتب المجلس لوضع خطط مستقبلية لمدينة الرقة. اليوم أيضا كان هناك أحدى المنظمات المهتمة بالألغام واجتماع ثاني كان للمنظمات لأجل وضع خطط ومشاورات لإعادة تأهيل المدينة من أو تقديم المساعدات مستقبلا من المياه، الكهرباء، إزالة الألغام، طيب موضوع الألغام كيف تتحدثون عنه؟ يعني هل من معلومات ولو كانت تقريبية المناطق تحديدا الموجودة فيه الأعداد؟ للأسف الشديد من أهم المواضيع التي دائما نتداول فيها ونناقش هو موضوع الألغام. بصراحة لا تستطيع أي منظمة الدخول إلى أي قرية أو مزرعة أو بناء إذا لم تكون نظيفة من الألغام. فإذا دائما الهم الأكبر والعمل الأول يجب أن يكون لمنظمات إزالة الألغام، هي تنظف، ثم المرحلة الثانية تدخل المنظمات والجمعيات وحتى المجلس بتقديم المساعدة. هذا هو الهم الأكبر، وكما يعلم الجميع داعش للأسف لا يترك أي مكان إلا ويزرع فيه الألغام. هل نتوقع عددا أكبر أو ما هو الرقم المتوقع أكثر للنازحين من الرقة؟ طبعا كل الناس في أي لحظة تسنح لهم الفرصة بالهروب من داعش فهم يهربون معه، ولكن داعش تتخذهم دروعا بشرية للأسف. وهناك ما زال هناك العديد من المدنيين في مدينة الرقة، تحاول القوات العسكرية المساعدة وأحيانا حتى توقف عمليات التقدم لأجل الناس المتبقين في المدينة. أنا أشكرك جزيلا من عين عيسى عبد السلام حمسورك، رئيس مكتب المنظمات الإنسانية في مجلس الرقة المدني.